قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلاد المغرب يقول: عندنا رجل له أتباع يزعم أنه في عام 2006 ميلادي سوف تظهر جماعته ويكون هو خليفة للمسلمين، ويعتمد على ذلك على رؤى ومنامات، فما هو القول في هذا الرجل؟ الشيطان جاهز لهذا وأمثاله، أنه يجيهم بالرؤيا ويخيل لهم ويقول لهم، فهذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا إما أنه مجنون ولا عنده عقل، وإما أنه ضال والعياذ بالله. فلا يجوز أن يدعي علم الغيب وأنه سيكون خليفة للمسلمين، هذا الشيطان يريد أن يستدرجه والعياذ بالله. نعم.